السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. في فيديو اليوم راح أبين كيفية تنزيل أوجه مختلفة لساعة الهواوي جي تي 2. فعندي يعني هواوي جي تي 2 نفس الطريقة ترهم على جي تي 2 اي وجي تي 2 برو، ولكن أنا نزلت سابقا عدة طرق، طريقتين نزلتها، وآخر طريقة هي باستخدام تطبيق التايتشي. فباستخدام التطبيق التايتشي كان عندي شغالة هذا تطبيق التاتشي الى ان صار عندي مشكلة، الا وهي من حدث الجهاز اللي هو جالكسي نوت 10 بلس. فصار عندي مشكلة انه تطبيق الصحة ما يشتغل نهائيا ما يشتغل. واذا حدثت تطبيق الصحة، جربت نزل تطبيق صحة جديد، فاشتغل تطبيق الصحة، ولكن تنزيل اوجه من خارج تطبيق الصحة توقفت عندي هاي الخاصية. بعدها بحثت ودورت ولقيت هاي طريقة فعالة وشغالة لتنزيل الأوجه من خارج تطبيق الصحة لساعة الهواوي جي تي 2، جي تي 2 اي وجي تي 2 برو. قبل ما أبدي لا تنسى من الاشتراك بالقناة إذا لم تكن مشترك، وفعل جرس التنبيهات، وخلينا نبلش. هذا جهازي النوت 10 بلس. فمثل ما تلاحظون هذا تطبيق التاتشي اللي تكلمت عنه سابقا، فصار عندي التطبيق الصحة قام ما يدخل ولا يتقبل. فلح نبدي أسهل من الصفر أوضحها. أول شيء تحتاج تطبيق الصحة تنزله، تطبيق الصحة اللي تنزله لازم من الرابط في أسفل وصف أي نسخة أخرى بترهام عندك هذه الطريقة. هاي أول خطوة. الخطوة الثانية، يجب أن تقوم بتنزيل خدمات هواوي. فإذا كان جوالك بيحتوي على خدمات هواوي لازم تنزلها أيضا من الرابط الموجود في أسفل الوصف. لح تلاحظ هنا هنا ندخل على الضبط، من الضبط نروح على التطبيقات الصحة، هذا امسحها هسه. انا اللي عندي الغاء تثبيت الغير شغال وخدمات هواوي. خدمات هواوي الجوال هاي رابطها في اسفل وصف. اول شيء تنزل خدمات هواوي، بعدها راح تنزل تطبيق الصحة. تطبيق الصحة، تطبيق بالنسبة الى تطبيق الصحة انا منزله، فندخل عليه. فادخل على الملفات، من الملفات راح ادخل على ملفات التثبيت بالداونلود. تلاحظ هنا أنا هذا الهيلث اللي اصدار هو 11.00517، فقط هاي شغالة حتى تقدر تنزل خدمات هواوي من خارج المتجر. وأرجو التنبيه انه تحتاج الى حساب صيني. بالنسبة الى العمل حساب صيني، موجود طريقة العمل في اسفل الوصف بينتها كيف تعمل حساب صيني باستخدام رقم جوالك من اي بلد انت. فتقدر تسوي حساب صيني باستخدام رقم جوالك فقط. فراح اثبت تطبيق الصحة. راح اقول له فتح، راح اوافق. نفس الخطوات امشي بها شلون دا اسوي بالضبط، ولكن اهم خطوة انه تحتاج حساب صيني. حتى هنا نجي، انا عامل حساب وطريقة العمل حساب موجودة طريقة في وصف الفيديو. فراح اضغط رقم تليفوني وادخل الحساب. يطلب منك دار التحقق، بس تضبط الصورة على الصورة. زين، أرسل لي رمز التحقيق. راح يطلب منك يدز رقم تحقيق بالنسبة إلى جوالك. راح تدخل تجيب الرقم وتدخله في المكان المخصص إليه. استلمت الرقم وقول له موافق.
تم الدخول، راح اقول له اوافق وحقول له حسنه، راح نقول له اثناء التطبيق سماح. ما احتاج، احنا ما عندنا ويتشات بالنسبه الى عمليه الربط. شغل البلوتوث، اي تحديث لتسوي غير هذا الاصدار ما راح يشتغل عندك تنزيل اوجه من خارج التطبيق عدا هذا الاصدار. فاي تحديث نهائي لا تحدثه، اذا تحدثته راح تتخلص من هذه الخاصيه او ما راح تمتلك هاي الخاصيه، راح تقول له لاحقا. نروح على الاجهزه واقول له اضافه جهاز وساعه ذكيه. هاي جي تي 2 نضغط عليها، راح اسوي له اقتران، نعمل تشغيل، تشغيل تحديد الموقع، نخرج منها، انتظر الساعة موجود سابقا مقترنة، اضغط على بلوتوث هياته. هاي ساعة جي تي 2، فسوي له اقتران من البلوتوث، تم الاتصال، اخرج، سأرجع اسوي له اقتران. وأعمل اقتران بالنسبة إلى تريد ربط، أقول إيه ربط، جار الربط، متابعة، راح نقول له تشغيل. زين تجينا شغل تطبيق الصحة، أقول له سماح ونخرج الإذنات. هسه شنو التطبيقات اللي أريد توصل إشعاراتها إلى الساعة؟ الفيسبوك أريد مثلا، الواتساب أريد، بعد تحتاج الاستوديو احتاجه ايضا، تليجرام لا ما احتاجه. فالتطبيقات اللي توصل اشعاراتها الى الساعة تقدر تحددها منها، هي مو مكتوب لك الاشعارات. الماسنجر ايضا شغلها اشتغلت، راح اقول له تم، موافق، سماح، سماح، حسنا، تأكيد، عدم تغيير، زين، سماح. تلاحظ هنا هاي الأوجه ظهرت عندي بالنسبة إلى الأوجه اللي موجودة، متجر الأوجه، أقول المزيد. تريد تنزل من هذه الأوجه، عندك هاي أوجه كلها مجانية، أكو كومة مجانية وأكو بفلوس. المجانية هاي أول شريط عندك، تفتحها بالنسبة إلى المزيد، تقدر تضغط على المزيد وتنزل. وإذا تريد تنزل من خارج التطبيق، هاي ثلاث نقاط في الأعلى، تضغط عليها، رفع واجهات الساعة، تضغط عليها، تقول له نعم، راح يودي لك على الفولدر اللي هو دائما الداونلود، راح تلقي الاوجه، ثلاث هنا هاي الفايلات نهاياتها، هاي هي الاوجه. مين انزل هاي الاوجه؟ مين انزل هذه الاوجه؟ راح انزلها من، خل امسح الفايلات وانزل لك وجه واطبق العمليه قدامك. بالنسبه للاوجه هذه اللي منزلها، تلاحظ هنا
هذني أصليات. زين، شنو طريقة التنزيل؟ كل بساطة، خلينا نشوف هنا في الثيم ما أحتاجه، مثلا هسه هذا الثيم. راح نروح على موقع التليجرام، بكل بساطة راح تروح على التليجرام، بالتليجرام راح تلاحظ هذا الجروب موجود الرابط في أسفل الوصف، أي وجه من هذه الأوجه تعجبك، تلاحظ هنا أنا مثلا هسه هذا، راح أضغط ثلاث نقطات وأقول له حفظ، أكو بعد فد وجه جميل، هذاني، زين، طبعا أكو أوجه شوف. كوما اكو اوجه انت اللي عجبك تقدر تنزله. زين هسه انا نزلته، شلون راح انزله؟ اطلع اروح على تطبيق الصحة ثلاث نقاط، اضغط على ثلاث نقاط واسوي له رفع، نقول له نعم. ها طبعا ملف هو الداونلود، تلاحظ هنا الداونلود اللي نحفظ مباشرة به، ماكو داعي تنقله لاي مكان، هذا هو الوجه، هذا الامتداد مالته وهذا شكل الفايل، اضغط عليه واقول له تثبيت، يقول لي جاري التثبيت. في أي وجه تنزل عن طريق تليجرام وتسوي له رفع وتوصلك، وهاي كانت طريقة تنزيل الأوجه إلى ساعة الهواوي جي جي 2 الطريقة الجديدة، اللي الطريقة القديمة توقفت عندي بعد تحديث الون يو آي 3 بالنسبة إلى جهازي الجالكسي. وكان هذا فيديو اليوم، لا تنسى من الاشتراك بالقناة إذا لم تكن مشترك وتفعيل جرس التنبيهات، إذا كان عندك سؤال استفسار اكتب لي تحت في التعليقات وسأرد عليه بأقرب فرصة ممكنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.